السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما تم شرحه في موضوع الفريم وتحليله على برنامج الروبوت الإنشائي، إن شاء الله اليوم السؤال الموجود أمامنا حنحلله على البرنامج ونحسب له الرياكشن ونرسم الشير ونرسم المومنت ونرسم الديفليكشن ونشوف كيف إن شاء الله نمزجه ونحطه على البرنامج. طبعا عندي هنا في إكس 5 وعندي 7 وعندي 5 وعندي في واي 7، وعندي حمل موزع مقدار 4 كيلو نيوتن على متر، وعندي حمل هانا كونسنتريتد في محور على الاكس منطبق على الاكس قيمته 6 كيلو نيوتن. طبعا هيك موجب زي ما حكينا في البرنامج. طبعا بفتح البرنامج طبعا عشان كنت شغال على مثال نيو بروجكت فريم تو دي ديزاين، لا بديش احفظه، خلينا نشوف اول ايش الوحدات عندي هنا، قديش الوحدات هنا في السؤال الموجود امامنا، كيلو نيوتن ومتر. طبعا حط الاس ديفولت كيلو نيوتن ومتر، اول حاجة بختارها اكسس ديفينيشن. طبعا خليني اشوف قديش القيم عندي، عندي في اكس 5 7 5 7 5، هاي ريبيت 1 5، اد هاي 7، هاي اد هاي 5، اد، وعندي في واي قديش عندي في واي، عندي في واي 7 وبحط اد وبختار ابلاي وبرسم الشكل. اول حاجة طبعا بارز، بختار الامر بارز وبختار دراج وببدأ رسم في الشكل. طبعا هاي الشكل هيك موجود عندي، هاي هيك كمان، واي هيك 100%. خلينا نشوف السبورت الموجود هان، عندي هنا اي و دي فيكست، هاي هنا بختار السبورت، هاي فيكست، هاي مجرد انك السهم يجي على السبورت يا شباب بكون خلاص تفعل، هاي فيكست وهاي فيكست تمام. وعندي هنا اول حاجة بروح بعرف الديد لود حتى اضيف الاحمال اللي عندي، كلوز لود ديفينيشن، عندي حمل موزع بشكل منتظم قيمته قديش، مشي في اكس في زد، هان الحمل ضروري يا شباب نركز وين اتجاه الحمل، قيمته 4 كيلو نيوتن بالسالب، سالب 4، اد وبضيفه هان. طبعا عندي يا شباب كونسنتريتد هي موجود هان في اتجاه الاكس، قيمته قديش يا شباب زي ما هو موجود في السؤال، قيمته 6 كيلو نيوتن موجب، طبعا 6 كيلو نيوتن، اد وموجود على الجوينت اللي هان تمام. شوف السؤال نفس ما 100% تمام، لو بدي مثلا اظهر القيم وشوف ايش اللي انا حطيته 100% تمام التمام. بعد ذلك بروح على اللودز لود تيبل، بحذف السيلف ويت زي ما حكينا. شايفين يا شباب مأساة للبرنامج، سهل جدا جدا، وان شاء الله في التصميم وفي التحليل للمباني وللمواضيع اللي لقدام ان شاء الله كلها حتكون سهلة وبسيطة جدا جدا. calculations هيو حسب البرنامج، results بختار results diagram for bars وبختار المومنت عند النقطة، المومنت للواي يعني هو المومنت، parameters labels differential field ابلاي اعطاني قيم المومنت. خلينا نشوف كيف طلع من الدكتور، المثال موجود في صيدلية الدكتور، الدكتور مش رسم له، لكن يعني يا شباب الخلاصة البرنامج دقيق جدا جدا جدا، يعني الأقرب 1 من 10 ممكن، يعني في المانيوال أنا حليت بعض أسئلة مثلا يطلع 14، في المانيوال يطلع 14.8 يعني يطلع 14.9. طبعا ممكن انا لو بدي مثلا خلينا نختار مثلا الرياكشن اف زد، مثلا بدي اختار الرياكشن، هاي الرياكشن، هاي اول، هاي ديسكريبشن اظهر لي القيم، هاي ابلاي، لو انا بديش اظهرهم بدي اروح مثلا اظهر الديفورميشن، اشوف كيف الديفورميشن للممبر بده يصير للفريم، بقول ممبر مثلا بدي اشوف اتخيله كيف حيصير في الممبر 100%. ممكن انا لو مثلا خلينا اطفي اللي هو، خلينا اطفي اللي هان، ومثلا ممكن انا بدي اشوف الشكل الفريم
شوفوا مثلا هيك أوضح، يعني شغلات هذه كلها أنت بإمكانك إيش وأنت يعني قاعد هيك بتطلع في البرنامج برضك، اللي يعني بشوف البرنامج وبقعد عليه بتعلم شغلات كتير، يعني سيكشن شيب، هاي مثلا شكل الإيش اللي أنت عوضت فيه، والشغلات هذه كلها حنتطرق لها لقدام إن شاء الله، الماتيريالز والمقاطع والشغلات هذه إن شاء الله كلها لقدام حنتطرق لها بشكل يعني موسع. هذا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.